اهلا وسهلا بحضراتكم. قراءة المشهد السياسي مساء الاثنين، فقرتنا الاسبوعية مع المفكر السياسي الاستاذ دكتور عبد الحليم منديل. مساء الخيرات يا دكتور. مساء النور، اهلا وسهلا بحضرتك، نورت مكانك. ربنا يحفظك دكتور عبد الحليم. ما اسرع وتيرة الاحداث الاسبوع اللي فات يوم الاثنين لما كنت هنا بسأل حضرتك عن المشهد العربي والشرق اوسطي، كنا بنتكلم عن وقف اطلاق النار اللي حصل في لبنان وبنحلله وبنشوف توابعه، وانتقلنا على حتى المشهد في غزة وقلنا افكاره، وربما اقصى احلامنا كانت محاولة استقراء ما سيحدث في البيت الابيض عندما يتسلم ترامب. لم يكن يخطر ببالنا الاسبوع الماضي انه عندما نلتقي اليوم ستكون سوريا من غير بشار الاسد. شيء الحقيقة وترته سريعة وايقاعه كان مفاجئا حتى لاقرب المتابعين. هو اكيد الايقاع كان سريع ومذهل، هذا لا شك فيه، واكيد ان ما جرى هو تطور كبير وخطير، هذا لا شك فيه. لكن حتى بمناسبة ذكرك لوقائع غزة ولبنان، علينا ان نلحظ انه على الاقل الى الشرق العربي جماعات المقاومة اصلب كثيرا من النظم، بكثير اصلب من النظم رأينا ما جرى في لبنان. هناك طبعا وقف اطلاق نار قلق، لكن المؤكد أن قوة جماعة حزب الله صدت الغزو الإسرائيلي للبنان. هناك أيضا وضع دمار شامل في غزة، لكن إلى اليوم لا زالت جماعات المقاومة في صورة خلايا فدائية تؤذي إسرائيل يوميا. النظم، لذلك كنت أقول دائما ليس في هذا المكان إنه جماعة حزب الله هي أقوى تهديد وجودي لكيان الاحتلال الإسرائيلي إلى المشرق العربي. نعم. لكن طبعا الصورة إلى الغرب مختلفة. نعم. اللي جرى مذهل وكاشف، لأنه ببساطة الذي لا يتابع الأحداث لا يعني يرى فقط المفاجأة والذهول. إنما ما وراء المفاجأة والذهول إنه كان هناك على جانب الجماعات او الفصائل، هيئة تحرير الشام وغيرها، كان هناك اعداد منذ شهور. من المستحيل الا يكون الجيش السوري او جماعة بشار الاسد لم تلحظ هذا الاستعداد، لكنها لم تعد اي شيء في المقابل. لماذا؟ لانه لم يكن في وسعها اعداد اي شيء، لانه في التجربة السابقة منذ 2011 الى 2024 لم يعتمد الجيش السوري ولا جماعة بشار على الجيش السوري كقوة أساسية، إنما كضحية أساسية. كضحية أساسية. يكفي أن نعلم فقط أنه قبل 2011 كان عديد الجيش السوري 445 ألفا. تمام. بين هؤلاء نحو 120 ألف في القوات الأمنية، وحوالي 325 ألفا في عديد المباشر للجيش. طيب عشية العشرة أيام المذهلة الأخيرة كم كان عدد الجيش السوري؟ أقل من 100 ألف. أين ذهب الباقون؟ ذهبوا ببساطة إما إلى الهروب من الجيش نفسه أو الانشقاق عليه في بعض الأحيان أو إلى الموت. في 100 ألف مقاتل في الجيش السوري طحنوا كما طحن الشعب السوري في حرب أهلية طويلة بدأت ببساطة عقب 2011. في 2011 جرى الانتفاض شعبي سلمي، بدأ بمدينة درعا من أطفال حاولوا محاكاة ما جرى في الثورات العربية من قبل بكتابة شعارات من نوع يسقط بشار الأسد أو شيء من هذا القبيل. كان التوجه المباشر هو خلع أظافر هؤلاء الأطفال. بعد ذلك إلى نحو 9 شهور كانت الأمور تمضي بمظاهرات تتحرك من مدينة إلى مدينة. مع نهاية عام 2011 جرى تحول بمقتضاه، الثورة في سوريا اتحولت إلى ثورة على سوريا، وده أكتر من أن يكون فروقا في حروف الجر. تحولت إلى حرب طائفية طاحنة استدعت تدخلات خارجية من 40 دولة تقريبا.
على كافة الأطراف، سواء الجانب الذي ساند بشار أو الجانب الذي ساند الآخرين. تمام. طيب في هذا الجو في 700,000 إضافة لتدمير عشرات المدن، ومأساة هائلة. كان أحد ضحاياها الجيش السوري، لأن الجيش السوري اعتمد في هذه الحرب أو اعتمدت قيادته على ما يسمى بالقوات الرديفة، سواء الإيرانيين، إيران وجماعتها من جهة، وعلى روسيا من سبتمبر 2015. تمام. وحسم الأمر في الظاهر لصالح بشار، لكن حقيقة الذين تصوروا أن بشار عاد كانوا في الجانب الخطأ. ببساطة عاد افتراضيا، بمعنى أنه عاد إلى قصر المهاجرين في دمشق، وأن نحو 65% من الأراضي السورية كانت ظاهريا تحت سيطرته، أو بالأحرى تحت سيطرة الحلفاء. بس 9 سنين يا دكتور عبد الحليم مش وقت هين. من 2015 ل 24 بدا وكان الامر قد استقر واستقام لبشار. هو لم يستقر الحقيقه، هذه قراءه. بدا، انا بدا كذلك. لكن انا كنت بعتبر، وهذا ليس كلامي الان، حتى انا عارف ان في مثل شعبي بيقول لك اذا يوم ما توعى البقره تتر سكاكينها، او حاجه بهذا المعنى. لا، انا لا احب هذه الطريقه. انا اقول ما اراه بالضمير وبالرؤيه في وقته. تمام. وانا ومن المعروف للكافه انني ناصري، بمعنى انتمي لتيار القوميه العربيه، لكني لم احسب بشار يوما ولا جماعته، لا هي حزب بعث ولا يحزنون، ولا هي من تيار القوميه العربيه. لان التطورات التي دخلت الى سوريا خلال من 1970 حكم الاسد الاب الى حكم الاسد الابن مع بدايات القرن الجاري، الاسد الاب قضى 29 سنه في الحكم، الأسد الابن قضى 24 سنة إلى الهروب الأخير. طبعا في ظل كل هذه الفترة نعرف تفاصيل كثيرة لن أحب أن نتوسع في ذكرها. تمام. من نوع الكوميديا السوداء التي جرب بها انتقال السلطة من الأب المتوفي إلى الابن. مفهوم. وأنا تعرضت لها في وقتها. مفهوم. ثم بعد ذلك ما جرى مع الانتفاضة في سوريا. لو كان بشار، طبعا التاريخ لا يعرف كلمة لو، طبعا لو كان بشار استجاب للنداء الشعبي وترك السلطة طائعا مختارا في 2011، لم يكن بحاجة الى ان يقبل او ان ينتهي به الامر الى لجوء انساني الى روسيا او غيرها. طب لكن سؤال هنا سريع فيما يتعلق بالسبعة ايام دول. صحيح انه وضع بشار كان ضعيفا واهيا خلال السنوات الاخيرة ولم يكن مستقرا، وصحيح ان هو افقد الجيش السوري قوته حتى على حمايته وعلى دعمه، لكن لماذا لم يختار بشار هذه المرة ايضا الصدام وقطع الاظافر واختار الرحيل؟ لانه ببساطة من تبقى في الجيش السوري لم يكن لديهم استعداد للقتال من اجل بشار. الوضع الاقتصادي في سوريا تدهور جدا لاسباب كثيرة، بينها العقوبات وبينها الاعتماد على المخدرات وغيرها. يكفي ان تعرف ان متوسط الاجور كان نحو 15 دولارا حتى في الجيش. يكفي ان تعرف ان الليرة السورية 14,000 ليرة سورية مقابل الدولار الواحد، الدولار الواحد يساوي 14,000 ليرة سورية. يكفي ان تعرف ان هؤلاء بعد هذا الانهاك المتصل لم يكن بوسعهم ان يقاتلوا. ليه؟ لانه كان الاعتماد في الحرب التي جرت على روسيا من الجو وعلى جماعات ايران على الارض. وكان الجيش لازال بعافية اوفر من الانهاك الذي بدا عليه. مفهوم. وكلنا راينا من غير وسيط ومن غير حاجه الى تحليل ان كل المدن بدءا من حلب الى حماه الى حمص وصولا الى دمشق جرى دخولها بطريقه سلم واستلم. يعني مفيش، لا يوجد. صح. كنا نسمع هذا الكلام البائس اللي هو بتاع ان في اعادة انتشار خارج المدينة وداخل المدينة وغيرها، لكن كان الوضع على الارض مختلف. والى هذه اللحظة لا يعلم احد اين ذهب جنرالات الجيش السوري. يعني بشار انتهى الى موسكو، طيب اين ذهب جنرالات الجيش السوري؟ صحيح. في الغالب ذهب كثير منهم الى منطقة الساحل اللي هي اللاذقية وطرطوس وبنياس والى اخره.
او المنطقة العلوية، يعني ان شئنا استخدام التعبيرات الطائفية المقززة التي انتشرت في السنوات الاخيرة. هل الوضع الحالي يدعو القلق؟ هو وضع يدعو للقلق، وفي جوانب خطورة كانت مغطاة لكن كشف عنها الغطاء. طيب قبل ما نروح لمحاولة استقراء المستقبل او السيناريوهات، البعض يقول انه الاجراء اللي حصل ده رغم انه هو مفاجئ وصادم ومذهل بسبب سرعته ووقته القصير، لكن هو كان اجراء مؤجل طبعا، يعني هو كان مفروض يحصل 2013 14 15 اي في اي لحظة، طالما ما بني على اساس واهي فلابد ان يقع. فبعض المتفائلين بيقول لك انه الحمد لله انه وقع عشان نبتدي نشوف كيفية بناء البيت. اولا الحمد لله على كل شيء، ثانيا يجب ان نؤكد على مقولة جوهرية، تحديد مصير من يحكم الشعب السوري هو الشعب السوري نفسه، ليس لأحد اخلاقيا ولا باي مدخل اخر. ده المفترض ان يكون، ده دخل مفترض ان يكون. طبعا هذا ليس بالضرورة ان يكون، ليس الامر القائم. أيوة. في سوريا منذ سنوات، لانه ببساطة حين تقرأ ما جرى في نتائجه لاحظت انه ايران فقدت سوريا، فقدت نفوذها في سوريا، لكن اسرائيل اكتسبت نفوذها في سوريا وراء قناع تركي ببساطة شديدة جدا، ده كل اللي حصل. من حيث المعنى الانقلابات الاستراتيجية في المنطقة. في الداخل السوري هناك شيئان، شيء اول يخص الشعب السوري الذي رأى قطاعات لا بأس بها من الشعب السوري فرحت جدا بنهاية حقبة الأسدين. ليه فرحوا؟ لأسباب معروفة، هذا القهر، هذا التعذيب، هذا السجن، هذا الكبت، هذا الموت الجماعي الذي شهدته سوريا ونسب بعضه إلى بشار، لكن طبعا الذين قتلوا إلى الجانب الآخر قتلوا أيضا في الشعب السوري ببساطة، يعني 700,000 كما أوضح ضحية الجانبين، في ضحية اللي هي فكرة الانقلاب على فكرة الثورة السلمية أنجب حربا أهلية طاحنة طائفية كافرة. نعم. الآن من حق الشعب السوري أن يفرح، لكن أخشى أن تكون هذه الفرحة كالسكرة التي تأتي بعدها الفقر. ليس بمعنى أنهم يريدون استعادة بشار، لا أحد يريد في سوريا إعادة حكم بشار فيما أرى، لكن المخاطر التي تكثفت على الوطن السوري وكانت مقنعة من وراء إشاعة أن حكم بشار استرد عافيته واستعاد السيطرة على الأراضي السورية، من وراء هذه الكذبة سقطت الأقنعة. بعد سقوط الأقنعة أريد أن أوضح نقطة مهمة جدا، لماذا نحن في مصر نهتم بمصير سوريا؟ لا توجد علاقة في الوضع الجيوسياسي الحالي، لا توجد علاقات حدود ما بيننا وما بين سوريا، لكن الحقيقة في علاقات أوثق من علاقات الحدود. بعض يتخيل أننا كنا دولة واحدة فقط في 3 سنوات وسبعة شهور بين 22 فبراير 1958 وإلى الانفصال في 28 سبتمبر 1961. البعض لا يدرك وربما لا يعرف أن مصر وسوريا، سوريا الكبرى يعني اللي هي سوريا الحالية زائد لبنان زائد الأردن زائد فلسطين زائد مصر، كانت ولاية واحدة تحكم من القاهرة لمدة 650 سنة من حكم أحمد بن طولون إلى الغزو العثماني. نعم. اللي فصل مصر عن سوريا، سوريا الكبرى. تمام. فهنا يعني من هذه الزاوية نفهم إنه مأساة ما جرى في المنطقة بعد الحرب العالمية الأولى هو التفتيت والتقسيم وهزيمة الإمبراطورية التركية ومع الإمبراطورية الألمانية والإمبراطورية النمساوية المجرية وتقدم ما كان يسمى وقتها بالحلفاء إلى المنطقة باتفاق سايكس بيكو. سايكس بيكو ده جاء على سوريا الكبرى التي نعرفها وقسمها كما نعرف إلى الجزئيات التي هي المشكلة هنا. أنا أشكرك على إشارة سايكس بيكو ده يا دكتور عبد الحليم، لأن دي كانت بداية الشر
والحقيقة أنا عجبني مصطلح سمعته من أحد المحللين، أعتقد كان السوريين امبارح أو اللبنانيين، وقال إن إحنا الآن انتقلنا إلى مرحلة تقسيم المقسم. هذا الكلام الذي يتابع المشهد العربي يراه يتردد منذ بداية القرن الجاري على الأقل. أي. بل منذ أوائل الثمانينيات حين نشرت ما تسمى استراتيجية إسرائيل في الشرق الأوسط. اللي هي تقسيم المقسم. لكن أنا عبرت عن هذه الفكرة مرارا التالي، إنه في سايكس بيكو قسمت الأمة إلى أقطار. صح. بالورقة والقلم وبالمشرط. لكن الآن بتقسم الأقطار إلى أمم بإعادة ابتعاث الطوائف واعتبرها أمما، وإعادة ابتعاث العرقيات واعتبرها أمما. دي المفارقة، قسمت الأمة إلى أقطار، الآن بتقسم الأقطار إلى أمم على حسب المذاهب الطائفية. كل تكوين ما تجمعه أي درجة من درجات القرابة نعود لنغرق في أعماق التاريخ من جديد. فبالمعنى ده لاحظ التصورات السياسية التي تطرح الآن، منها مثلا أنه أمريكا في ظني ستلجأ إلى ما لجأت إليه في العراق، اللي هو ابتعاث معنى مشوه للفيدرالية. طيب ما ابتعاث معنى فيدرالي في سوريا معناه إيه؟ معناها الإقرار بتقسيمات وأوضاع السلاح وسلطات الأمر الواقع القائمة على الأرض في سوريا. مظبوط. يعني إيه؟ يعني الجماعات دي، هيئة تحرير الشام وغيرها وسواها بدعم تركي، تتقدم الآن إلى احتلال أو إلى إشغال أو إلى السيطرة على مناطق تقريبا كانت تساوي في نسبتها نحو 60% إلى 70% التي كان يسيطر عليها أو يسيطر عليها افتراضا باسم بشار. طيب أين البقية؟ في 40% في المنطقة الكردية، قوات سوريا الديمقراطية وأساسها الوحدات الكردية، إلى الشرق إلى ما يسمى سوريا المفيدة، سوريا الأغنى، سلة غذاء سوريا حيث توجد آبار النفط والغاز وحقول المزروعة. هنا أفتح قوس وأقول لنتذكر أن حتى قبل 2011 كانت سوريا مع مظالم نظام حكمها التي لا يناقش فيها أحد، ومع طائفية حكمها الذي لا يناقشه أحد. هذه أشياء لا يجوز فيها، لأنه حين يكون الإنسان موضع سؤال تسقط كل الادعاءات بأيديولوجيات. من هنا مثلا سنة 2000 لما كنا تماسك جريدة العربي مع الزميل عبد الله السناوي، كان منشط الجورنان وقت ده نرفض توريث الجمهوريات، والحد فكرة انه اولوية الشعب واولوية اختيار الشعب هي اقرب الى الضمير. هنا انت بتتكلم عن خطة لتقسيم سوريا، اما صراحة يعني انتداب الفرنسي الذي اعقب سايكس بيكو حين شارف على الخروج من سوريا، كان يريد تقسيم سوريا الى 5 دول. دولة للدروز، دولة للعلويين، دولة للاكراد والى اخره، ودولة السنة في القلب طبعا دمشق ووصولا الى ادلب. مفهوم. وقتها كانت حيوية الشعب السوري عالية جدا ورفض التقسيم، وبرز في رفض التقسيم اسماء مثلا درزية من نوع سليمان باشا الأطرش وغيره. وانت هنا في وضع احد المخاطر الكبرى على سوريا كوطن هي فكرة التقسيم. احد المخاطر الكبرى على سوريا كوطن رأيناها بأم العين. طيب هنا بس هقف تاني، معلش يا دكتور عبد الحليم، عشان انا عايز مع التحليل نبقى بنحاول نطمئن شوية الهواجس اللي عند المواطن المصري والعربي بصفة عامة وقلقوا على سوريا. زي ما قلنا الكل كان متوقع انه اللي حصل ده كان يحدث، ربما مش بوترته ولا شكله ولا في وقته، لكن كنا متوقعين انه يحصل لانه تأخر، بس مجرد تأخر سنوات. صحيح. السؤال انه كنا هنبقى في وضع اكثر اطمئنانا لو كان سقط نظام وهناك دولة شعبها موحد، شعبها غير مسيس غير مؤدلج، شعبها غير منتهك بالطائفية والمذهبية والعرقيات وكذا،
وشعبها وأرضها كمان غير مخترقة بآلاف الأصابع الخارجية. صحيح. أما وأن كل هذا حادث فمن أين يأتي الاطمئنان؟ الاطمئنان يأتي من شيء واحد، أولا لا نريد أن نصادر على المطلوب. دعنا نتأمل ما جرى وما سيجري. هناك سلطة أمر واقع نشأت، سيطرت على دمشق وهي العاصمة. سلطة الأمر الواقع قوبلت بدرجات مختلفة من الحفاوة حتى صح. رحيل بشار، يعني في حماة مثلا في آلاف خرجوا، في دمشق مئات. يعني دي مفارقة صحيح. كبيرة جدا. صحيح. الشيء الآخر في شعور باهت كده، في شعور بالصدمة انه بشار اخيرا مضى، لكن ليس هناك شعور بالثقة في اننا نمضي الى وضع افضل. صح، ده تشريح مظبوط. هل سيستطيع تستطيع النخب السورية باسم المعارضة وباسم 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 ان تمضي الى شيء معقول في الفترة الانتقالية، تحافظ به على وحدة سوريا كوطن في الاساس، ثم تتقدم الى هو السؤال الاهم، هل ده قرارها يا دكتور عبد الحليم؟ هذه المأساة. يعني بمعنى في شيء مفرح فيما جرى، انه في النهاية في شخص اذنب في حق الشعب السوري قتلا وتشريدا وتعذيبا و و و و الى اخره، ذهب. تمام. ده شيء يبدو مفرحا ويفسر فرح قطاعات سورية بدرجات متفاوتة. في شيء مش اسوأ الحقيقة، هو كان قائما بس رفع عنه الغطاء. رفع عنه غطاء ان احنا فيه شيء يشبه الدولة قائم. نعم. في حقيقة امره لم يكن دولة ولا يحزنون، خاصة بعد الحروب المنهكة. يعني مثلا في القوات التي تقدمت وانسحب امامها ما كان يسمى الجيش السوري بسرعات قياسية. هذه القوات هل هي قوات سورية؟ فقط في نسبة هائلة جدا في هذه القوات من الإيجور ومن الكازاخيين ومن الأوزبكيين ومن الشيشانيين وإلى آخره. هذا وضع معقد جدا. ثم إن المطامع حول سوريا متحفزة. طبعا. في مطامع تركية لها أصول قديمة. تركيا منذ جرى ما جرى عقب الحرب العالمية الثانية وهي تعتبر ان حلب في سوريا الى حلب يعني والى الموصل في العراق جزء من الاراضي التركية. وهذا امر لا زال يتردد الى الان حتى في البرلمان التركي. اسرائيل طبعا تجد فيها لعبة حظ، وانه التطور الذي جرى على نحو ما رأينا من الغارات على كل المنشآت السورية، لأن المنشآت السورية كلها كشف عنها الغطاء. وبالتالي تقدمت القوات الإسرائيلية ألغت منطقة المنطقة العازلة وتقدمت إلى قلب سوريا ذاتها. صح. يعني إيه؟ يعني كان الكلام إنه جولان ضمت إسرائيليا سنة 1981 ووافقت أمريكا على الضم بزمن رئاسة ترامب الأولى. إحنا الآن بنتكلم عن التوسع في داخل الأراضي السورية. آخر قراءة حاجة تانية وأخبار بتقول إن بعض يعني شواحن وبعض مدرعات الجيش الإسرائيلي على بعد حوالي 65 كيلو من دمشق. لا، ما خد بالك من الجولان إلى دمشق أقل من 40 كيلو. من الجولان إلى دمشق، دمشق في جنوب سوريا. صحيح. وبالتالي الجولان هي أقرب إلى الحدود. الجولان في جنوب سوريا فهي أقرب إلى الحدود. نعم. الشيء الآخر إنه الـ 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 الأشياء والألغاز الغامضة أن تكون نهاية جيش على هذا النحو. هل سيتكرر في سوريا ما جرى في العراق من تفكيك الجيش نفسه، وإن مجموعات ميليشياوية تكون ما تسميه جيشا؟ ستكون هذه النهاية المبرمة. ستكون دي النهاية. النهاية المبرمة لشيء اسمه سوريا. ليه؟ إن سوريا بلد حساس جدا. هذا البلد الحساس لما نيجي نتابع تاريخه نرى ان فكرة القومية العربية وفكرة انا عربي كانت طاغية جدا في سوريا في النصف الاول من القرن العشرين. صح. وصولا طبعا لزمن جمال عبد الناصر. مزبوط. وصعود تيار القومية العربية. ليه؟ لحاجات داخلية. لانه اما ان تعرف نفسك كونك عربيا او انك درزي علوي الى اخره. تفتيتيا. مفهوم. في اختيار واحد للنجاة، وكذا هذا الاختيار يسري في العراق.
ان ده مواطن عربي. طبعا الكلام اللي بيتقال النهارده دولة المواطنة يعني هذا كلام الحقيقة للأسف انه يقال في مواجهة الفكرة القومية او فكرة العروبة. طيب انا عشان قدامي وبالتالي قدامي دقيقة يا دكتور عبد الحليم، الان لو في اخلاص للنوايا وارادة حقيقية، ما هي اول الاولويات للجماعات المسيطرة على المشهد الان اذا ارادت ان تبقي على دولة اسمها سوريا؟ اولا ان تتخلى عن كونها جماعات. اثنين، ان تجربتها في الحكم بالنسبة لمثل هذه الجماعات، ونحن نعرف ميولها، هو محنة لها قبل ان يكون محنة لشعوبها. احسن. لانها لم تؤسس في الاصل لتحكم. هي لا تعرف شيئا. وانا سجلت هذه المفارقة حتى من 7 اكتوبر. قلت انا افرق في التيار الاسلامي بين معنيين. حين يكون هناك استعمار اجنبي واحتلال اجنبي، يعني الغير الاغيار، تكون هذه الحالة الاسلامية بين قوسين في قمة تألقها. حين ينتهي هذا الاحتلال الاجنبي ويطرح جدول التغيير، يعني بناء جديد للسياسة والمجتمع، تتحول ايضا الى خصم له، لان فكرتها الاساسية هي الدفاع عن البيضة كما هي. فالدفاع عن البيضة، الاستعمار الاجنبي يكسر البيضة، والتغيير الداخلي ايضا يكسر البيضة، يقدم مجتمعا جديدا من قلب المجتمع القديم. صحيح. ولذلك هذه الحالة المزدوجة تجد نفسها خصما للتغيير، كما انها في كثير من الحالات خصم الاحتلال الاجنبي، خاصة لو تعلق الاحتلال الاجنبي باقتلاع الهوية مفهوم. وبجزرها الاسلامية العربية، كما جرى في الجزائر وكما يجري في فلسطين. هنا هذا وجه الخطر في اللحظة. اما الوصفة، انا مش محتاج اقدم وصفة، لان سوريا بلد كبير وفي الاف المثقفين الذين يعرفون الوصفات الانتقالية. لكن هناك فرق بين ان تكون هذه الوصفات مدركة في الذهن او انها تنزل على الارض، تقوم لها قوائم على الارض. طيب انت هتوحد ازاي دلوقتي وسوريا ال 40% يسيطر عليها الاكراد؟ بعد في العشرة ايام الاخيرة انتقلوا من 22.5% الى 40% في الشرق. ثم العلويون الان الاكثر التصاقا بالحزب العلوي ليس بالحزب البعثي في الساحل، لا يزالون محتفظون بما يملكون، في حالة احتفاظ بما يملكون الان، ومستعدون للقتال الطائفي عنه. ومعروف ان العلويين نحو 15% على الاقل من تعداد سكان سوريا، فيما السنة نحو 70%. في خطورة شديدة. اقدر ولا اريد ان اطفئ فرحة الذين فرحوا في الشعب السوري، فلقد لقيوا عذابا بلا حدود تحت ظل حكم باطش قاهر معذب طائفي الطابع قاتل بامتياز. لكن ومع ذلك نحن في مفترق طرق. ومع ذلك قد تكون قطاعات من الشعب السوري تتنفس صعداء الان، لكن اخشى ان يكون الوطن السوري نفسه يلفظ انفاسه الاخيرة. شكرا جزيلا، شرفت ونورت. الاثنين القادم حوار اخر يجمعنا باذن الله. شكرا جزيلا.